أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة إن شاء الله بحول الله وقوته. الوصفة ديالنا ديال اليوم هي قوية جدا، قوية تفتح الأبواب المغلقة. إذا كان عندك سحر مرشوش صالح عليه، عندك تعطيل الأحوال، عندك أحوالك واقفة، ضروري ديري هذه الوصفة. عندك أبناء بدون عمل قراو وسلاو وما خدموش، او الولد اللي تيكون ما بغيش يخدم عظامو او تنقولو الكتاف ديالو طايحين عليه، ديري هاد الوصفه. اذا هاد الوصفه غديريها 3 ايام، وصفه خطيره جدا. البنت المعطله على العمل او معطله على الزواج او معطله على السفر، بزاف البنات اللي باغين يسافروا ولكن عندهم تعطيل الاحوال في كل الامور. اذا صليو كاملين على سيد الخلق وخليوها لنا في التعليقات، لان محتاجين نكون إيجابيين بالصلاة على الحبيب. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن صلاة على سيد الخلق هي مفتاح الفرج، أول مفتاح. تصليوا دائما، إذا كان عندكم ضيقة مالية، عندكم مشاكل في البيت، عندكم اضطرابات في البيت، عندكم قلة الفلوس، صليوا على سيد الخلق بعدد كبير أو عدد صغير، سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك جميع الابواب. اذا بغينا اليوم نحطوا واحد الوصفه لانها رائعه واكثر من رائعه، وصفه اللي غادي تخليك دائما عندك طاقه ايجابيه في البيت. كاين الناس اللي يحطوا لي تعليقات عندهم طاقه سلبيه تحسوا بها ولكن ما عرفوش منين دخلات. عندنا هذيك الطاقه دخلت اما على عين او حسد او سحر المرشوش او لغط. لغط كاين الناس اللي تيتكلموا فيكم ولكن تصيبكم بالنحس، لان تيتكلموا فيكم باللي فيكم واللي ما فيكمش. اذا تضربوا المحصنات بدون سبب. شنو هو المحصنات؟ هو انك تحطي كلام على بنت او على ولد او على امراه مجوجه بكلام سيء، اذا هو ضرب المحصنات. اذا الناس اللي تيجيبوا النحس نفوسهم بالكلام السيء، الكلام اللي تيخرج من الفم على طريق النميمه، هذا هو اللي تيجيب النحس. يقدر يكون شخص معين مقابلك وتعطيك طاقه سلبيه، هذاك هو النحس اللي تيعطيك اختناق في الصدر، تعطيك ثقل في الكتفين، تعطيك تنميل في الراس. دائما انت محتار في امرك، تكون هذيك طاقه سلبيه جاتك من ارسال نفس خبيثه، نفس عندها طاقه سلبيه في حياتها. اذا عندنا الملح الطعام، تكون ديال البيت او تشري واحد الساشيه على هاد العمل، هاد الصيغه اللي غادي نحطو ان شاء الله. اول حاجه تكوني على وضوء، تكوني على وضوء بنيه طرد الطاقه السلبيه. تقدري ديريها في اي وقت، تقدري ديريها صباحا مساء في الليل، انت في الاختيار. غادي تطردي العمار السيئين، غادي تطردي الطاقه السلبيه اللي عندك في البيت، طردي الموانع اللي عندك في البيت. اذا عندنا طاقه سلبيه بغينا نحيدوها من البيت، وبغينا نحيدو حتى السحر المرشوش الا كان في العتبه، لان السحر المرشوش كاينين جوج خدام عنده، واحد تيبقى حدا العتبه وواحد تيدخل البيت هو اللي تينوض الصداع، هو اللي تيعطيك طاقه النحس. اذا السحر المرشوش تيدير الصداع، تيدير اللغ، تيدير قل التفاهم في البيت، تيدير المشاكل في المال، تولي عندك توقف الحال والريال ما يدخلش عندك داخل البيت. اذا حتى الابناء ما يخدموش، يولي المشاكل، قلت الرزق، وتولي تولي معارك في البيت. اذا الناس اللي عندهم الطاقه راه غيفهموا علاش تنهضر، حيت هذا الشيء بعض الاحيان تيكون في كل البيت، اما يجيك من العين القويه تمشي لاي مكان مع اسره او خارج الاسره او مع ناس في اي مكان، تصابي بالعين او الحسد تجيبي طاقه سلبيه، او الناس اللي تيشوفوك واحد تشوفه وما يقولوش ما شاء الله الا عجبتيهم. كاين الناس الحسد تيبغيو انهم يحيدوا لك ديك الحاجه اللي عندك، تكوني عندك سياره او عندك بيت او عندك ابناء صالحين، يبغيو انهم يحيدوا لك هذيك النعمه اللي عطاك الله، زوال النعم، تيتمنوا لك زوال النعم. ولكن ما هما بضارين الا باذن الله، سنطلب الله سبحانه وتعالى هذي صرفنا على هاد الطاقه، تنقولوا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. اذا دائما دائما نتعودوا من الشيطان ونتعودوا من شر الشياطين الانس والجن. شياطين الانس كاينين وشياطين الجن كاينين. اذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه.
إذا أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إذا دائما تعود من الشيطان، دائما نكون إيجابية ونقرأ صور ونقرأ آيات ونقرأ أنني دائما حصن بيتي بلا إله إلا الله، حصنت أبنائي بلا إله إلا الله، حصنت أسرتي بلا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله ما تحيدش من فمك، لأن لا إله إلا الله هي حصن حصين من الله سبحانه وتعالى. إذا عندنا الملح اللي غادي ناخد 3 معالق، 3 معالق يكونوا كبار. هاد الوصفة غادي نديرها 3 أيام باش نحيد الطاقة من البيت، الطاقة السلبية، طاقة العين، طاقة الحسد، طاقة الصداع والمشاكل، الطاقة اللي عطاتني طاقة سلبية في البيت. إذا فاهمين، لأن هاد الصيغة اللي غادي نعطيو كلشي الناس محتاجين لها، حتى اللي ما شافهاش صيفطوها ليه، راه رائعة. غادي نشغل صورة البقرة، غادي نشغل صورة البقرة حتى تكتمل، حتى تكتمل إلى الآخر. غادي نوقف أو نوقف التلفاز، لأنك غادي تشغلي التلفاز بصوت مرتفع وتحلي النوافذ، وتحلي النوافذ وتحلي تحلي أي نافذة عندك أو باركون تحليه. وغادي تشغلي سورة البقرة حتى تكتمل، وغادي تاخدي هذا الملح. أول حاجة غتشديها في يدك بحال هكا، وغادي تقراي 7 مرات آية الكرسي بصوت مرتفع في قعر البيت، يكون وسط البيت كما نقولوا حنا، قعر البيت هو وسط البيت، وسط البيت اللي تسكنوا فيه. غادي نقرا آية الكرسي، ونفت عن يميني وعن يساري، وغادي إن شاء الله نمشي للباب العتبة، أترميها داخل البيت، أترميها داخل البيت 3 معالق، واحدة على اليمين، واحدة على اليسار، واحدة وسط الباب. الباب هو هذا، ترمي على اليمين، ترمي على اليسار، وترمي وسط الباب. غادي إن شاء الله تخليها ليلة كاملة بدون قراءة. هذه الوقت اللي تقولي، الوقت اللي تترمي بحال هكا، الوقت اللي تترمي تقولي لا إله إلا الله، حصنت بيتي من المشاكل، من الصداع، من العين، من الحسد. ما تتقرايش على الملحة، تترمي وتقولي حصنت بيتي بلا إله إلا الله، حصنت أبنائي بلا إله إلا الله، حصنت أسرتي بلا إله إلا الله. وتلوحي، تلوحي 3 معالق داخل العتبة أو خارج العتبة، أنت في الاختيار. إذا غادي إن شاء الله الصباح غادي تجمعيها وتحرقيها فوق البوطة في مقلاة، تحرقي التوابع اللي عندك في هذاك البيت، كان عين، كان حسد، كان طاقة سلبية، كان أي حاجة غادي تحيديها. إذا حصنت بلا إله إلا الله أبنائي، حصنت بيتي، حصنت أبنائي بأسمائهم، وأنت ترمي الملح داخل الباب. صباحا غادي تجمعيها، درسيها بالنهار تخليها على الأقل 4 سوايع، إلى من الأحسن ديروها في الليل، أنا تنديرها في الليل. إذا غادي إن شاء الله بحول الله وقوته تحاولوا صباح تجمعوا هذيك الملحة، ولو يدخلوا عليها ولو يخرجوا عليها عادي جدا، ما مقرية عليها ما والو، انت حصنتي أبنائك بلا إله إلا الله. وصباح غتجمعي هذاك الملحة وتحرقيها في واحد المقلاة، وهذيك الملحة غادي تخرج إلى خارج البيت، حرقتي التوابع اللي عندك ديال السحر، ديال العين، ديال أي حاجة، لأنك بدار محصنة بصورة البقرة، على سورة البقرة حصنتي بها بيتك، قريتي آية الكرسي 7 مرات في وسط المنزل على نية تطهير البيت من التوابع، أي عارض يخرج، كان عين، كان حسد، كان تابعة. عندك المشاكل مع أبنائك تذكريها، اللهم طرد عني المشاكل بحق لا إله إلا الله، انت تقولي دائما لا إله إلا الله، وتحصني بيتك بلا إله إلا الله. إذا غادي إن شاء الله بحول الله وقوته يوم آخر، يوم الثاني غادي ندير نفس العملية، نشغل سورة البقرة ونحل النوافذ، وغادي نقرأ 7 مرات آية الكرسي بصوت مرتفع، وأنا تنقرأ وتنقرأ وتنفت على اليمين وعلى اليسار، وعاد ارمي الملح، ارمي الملح، وانا تنقول لا اله الا الله، حصنت ابنائي بلا اله الا الله. اذا حصنت ابنائي بلا اله الا الله، لان الله هو اللي غادي يحصن لك ابنائك، هو اللي غيجيب لك الرزق، هو اللي غيطرد عليك النحس ديال توقيف الحال، ولا اله الا الله غادي كل شيء يتحل باذن الله، لان الله هو اللي عنده كل شيء، الله هو اللي عنده الصغيرة والكبيرة. ولا إله إلا الله من أجمل
الأذكار أو أجمل التسبيحات اللي سبحان الله لها طاقة قوية جدا. إذا من غادي تشري 3 أيام غادي تبخري به بخور طيب، أي بخور عندك غادي تبخري به. النهار التالي، النهار اللي غادي ديريها وتسالي 3 أيام، غادي تبخري تشغلي سورة البقرة يوم الرابع وتبخري ببخور طيب، بخور طيب. إذا هذا بخور طيب، غادي إن شاء الله بحول الله تبخري اليوم الرابع، تبخري ببخور طيب صباحا مساء مغرب أي وقت بغيتي تبخري غادي تبخري. إذا أحبابي يمكن فهمتوا هذه الوصفة، لأنها أعطيتكم علاش غادي نديروا هذه الوصفة وكيفاش غادي تحيدوا الطاقة السلبية، ولكن الملحة تخرج في نفس اليوم، في نفس اليوم تخرجي لك الملحة تلوحيها في مكان بعيد، هي غير مقرية عليها. إذا أحبابي تنتمنى لكم حد سعيد، تنتمنى ربي سبحانه وتعالى يعاونكم ويحقق لكم كاع الأماني بحق محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.